بأخبار الرياضة، وصلت بعثة المنتخب السوداني لكرة القدم إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا اليوم الخميس لخوض مباراته الثانية في تصفيات أمم إفريقيا كان أمام جنوب إفريقيا الأحد المقبل. وأخذ المنتخب تدريبا خفيفا شامل الإحماء فقط، ويتأهب المنتخب السوداني ويتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ضيفه سوتاومي الأربعاء ب4 أهداف دون مقابل. وأبدت الأوساط الرياضية ارتياحها لمستوى المنتخب الوطني في مباراته أمام سوتاومي التي كسبها الفريق ب4 أهداف نظيفة. وأشار فينيونا إلى أن مستوى المنتخب السوداني لكرة القدم شهد تطورا كبيرا عن سابق مبارياته.